هاي حلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ الفيديو بتاع النهارده هيبقى لكل تالتة اعدادي. لو انت تالتة اعدادي بتفرج الفيديو ده، فالفيديو ده ليك. هقول لك خطه الانقاذ اللي هتخليك حرفيا تجيب اعلى مجموع في تالتة اعدادي وتطلع الاول كمان. تاني حاجه، لو انت تعرف حد في تالتة اعدادي او انت مش تالتة اعدادي وعندك حد من قرايبك، فابعت له الفيديو ده لان هو فعلا هيفرق معاك. بما ان امتحانات تالتة اعدادي يعتبر فاضل لها حوالي 10 ايام او 10 ايام وايام صغيره خالص، فالفيديو ده حرفيا هقول لك ازاي في الفتره الصغيره قوي دي تلم المنهج كله، ومش تلمه كمان في ال 10 ايام ده، انت هيبقى عندك 10 ايام تانيه انك تراجع فيهم، ممكن تلمهم في يومين او ثلاثه. وتعالى اقول لكم على استراتيجيه حرفيا هتخليك تعرف تلم المنهج كله وكل المواد في يومين او ثلاثة بالكتير قوي. اول حاجة هتعملها وهي انك هتجيب ورقة وقلم دلوقتي حالا معايا وتكتب الخطوات اللي انا هقولك عليها. الخطوات اللي انا هقولك عليها دي حاجات عن تجربتي الشخصية وعن تجربة ناس كتير قوي كنت بخليها تمشي بالطريقة دي. طيب، اول حاجة هتعملها ان انت هترص كل المواد اللي عندك، سواء كانت عربي ورياضة وانجليزي، وبيبقى عندك طبعا دراسات وعلوم، والمواد دي كلها بتكتبها. طبعا في مواد اساسية وفي مواد اضافية. اكتبوا طبعا المواد الاساسية وسيبكم من المواد الاضافية، لان هي مش مهمة زي المواد الاساسيه عشان هي اللي بتحكم علينا المجموع. بعد ما تكتبوا بقى المواد الاساسيه بتاعتكم كلها، هتشوفوا ايه اكتر ماده انتوا واقعين فيها. مثلا واقعين في الدراسات، هتعلموا على الدراسات كده. واقعين في العلوم، هتعلموا عليه. واقعين في كله، هتعلموا عليهم كلهم برده، مفيش مشكله. هتبداوا تشوفوا عندكم كام باب او كام فصل او كام وحده في الدرس نفسه او في الماده نفسها. يعني مثلا عندكم العلوم فيه 6 وحدات، هتجيبوا السته دول وهتبداوا ان انتوا تسمعوا فيديوهات شرح ليهم سريعه او مراجعات سريعه على النت. ابعدوا تماما عن فكره الدروس الخصوصيه، وابعدوا عن فكره ان انتوا تجيبوا مستر او مدرسه تيجي تديكم في البيت، او ان انتوا تعملوا جوز سناتر بالحاجات دي بجد، لان هي هتضيع من وقتكم ومش هتفيدكم بالقدر الكافي. انتوا عندكم اليوم فيه 24 ساعه، يعني انتوا لو خدتوا لكل ماده 3 ساعات هيبقى عندكم وقت حلو جدا تناموا فيه وتقدروا تصحوا وتكملوا مذاكره كمان. فابعدوا تماما عن تضيع الوقت في الفترة دي. انا عايزاكم يومين او 3 ايام تركزوا فيها جدا على المذاكرة. طيب، حددت المواد اللي انا واقعة فيها، هبدأ ان انا اعمل سيرش على اليوتيوب. هتكتبوا مراجعة لغة عربية تالتة اعدادي، او مراجعة مثلا دراسات تالتة اعدادي، او شرح الفصل التاني، او شرح الوحدة التانية او التالتة او الرابعة، على حسب اللي انت واقع فيه. لو واقع في كله هتكتب مراجعة، لو واقع في حاجة بسيطة هتدور على الشرح بتاع الوحدة دي. طيب، عايزة اقول لكم برضو معلومة مهمة جدا، لازم تذاكروا بورقة وقلم. ابعدوا تماما عن فكرة ان انتوا تقعدوا تسمعوا بس. السمع بيفيدك، بس في نفس الوقت مش هيفيدك بنسبة 100%. اللي هيفيدك بنسبة 100% انك تكون بتسمع وبتكتب. بتكتب مخلي كل الحواس بتاعتك مركزة في حاجة واحدة، ده بيساعد على انك تاخد المعلومة اسرع وتفتكرها بشكل اسرع، ويخليك كمان ان انت تجيب تقدير عالي. يعني الشخص اللي عايز ينجح وخلاص ومش فارق له يدخل مدرسة ايه، او مش فارق له ان هو يجيب مجموع، هو اللي هيمشي بطريقة بتاعت السمع. لكن لو انت عايز تجيب مجموع وعايز تقفل، او عايزة تعملي حاجة كويسة وتبسطي اهلك وتجيبي مجموع عالي، هتهتمي جدا بفكرة ان انت تذاكري بشكل كامل. يعني تبصي تمام، تسمعي وتكتبي، وتبداي انك تسمعي لنفسك بعد ما تخلصي الحصه. خلصتي الريفيجن بتاعتك، خلصتي الفيديوهات اللي على اليوتيوب. الفيديوهات ما بتبقاش طويله، اختاروا الفيديوهات اللي بتبقى مدتها صغيره، يعني ساعه 40 دقيقه، ساعه وشويه. ما تختاروش الحصص اللي بتبقى بالثلاث والاربع ساعات دي، لان فعلا هتضيع وقتكم برده، وهتبقى بنفس فكره الدروس الخصوصيه. فاحنا بنبعد عن الدروس الخصوصيه علشان احنا نستفاد باكبر قدر مستفاد واحنا قاعدين في البيت. طيب خلاص، شفنا اللي احنا واقع مننا، كتبناه، ذاكرناه، هنبدأ نحل. جماعة، المذاكرة دي مثلا لا تمثل الا 30% من المجموع، انتوا محتاجين تحلوا كتير. الحل ده في كل يعني السنين، مش في تالتة اعدادي بس، وفي تالتة اعدادي بالذات انتوا محتاجين تحلوا امتحانات سابقة قبل كده، يعني او امتحانات محافظات او امتحانات مختلفة من كل حاجة. لو عندكم كتب خارجية ممكن تحلوا منها. مش عندكم كتب خارجية ومش في امكانكم ان انتوا تشتروا حاليا كتب خارجية، او ما بقتش تتباع عشان احنا في اخر الترم، ابدأوا ان انتوا شوفوا على النت. اكتبوا امتحانات تالتة اعدادي سابقة محافظات، امتحانات 2020، امتحانات 2019، امتحانات 2021. ابدأوا حلوا كل الامتحانات القديمة اللي تخص تالتة اعدادي. الموضوع ده هيفرق معاكم جدا جدا، لان الحل بيثبت المعلومة، والحل كمان بيخليك على قد ما تقدر ان انت تعرف افكار مختلفة للسؤال. يعني لو السؤال ما جاش بصيغة مباشرة، او السؤال جه يعني متحرف شوية، هتشوف امثلة سابقة وهتبدأ انك تتدرب عليها، بحيث
لما تدخل الامتحان ما تتفاجئش، هم يعني ما تتفاجئش وما يبقاش عندك الرهبه بتاعت ان انت اول مره تشوف الصيغه بتاعت السؤال ده. طيب ده بالنسبه للمواد اللي هي زي مثلا الرياضه او المواد اللي هي فيها شويه ايه لخبطه كده. المواد اللي فيها حفظ بقى، الحاجات اللي فيها العربي، الدراسات، الحاجات دي ذاكرها بورقه وقلم، وابدا ان انت اعمل لنفسك ملخص. وتعالى اقول لكم بقى على الاستراتيجيه دي، عشان انا بعملها من وانا صغيره لحد ما دخلت الجامعه، وبجد بجد بتفرق معايا. الطريقه دي طبعا مش لازم تعملوها بنفس الشكل، لان طبعا من سنه لسنه كانت بتتغير بالنسبه لي، وهي انك بتلخص المنهج كله بتاعك في ورق صغير زي كده. بتجيب ورقه عاديه عندك، يعني دي اسهل طريقه يعتبر، وصاحبتي علمتها لي، ان انت بتجيبي اي ورقه سواء ورقه طبعه او ورقه من اجنده كبيره او دفتر كبير، وهتقسميها نصين بالشكل ده. وبعد كده هتبدا انك تكتب مثلا الراس بتاع الوحده نفسها يعني، او راس الموضوع نفسه، وتبدا تكتب الملخص بتاع الدرس الاول كده، ملخص بتاع الدرس الثاني، ملخص بتاع الدرس الثالث. بعد كده ممكن تظبط القوانين، لو عندكم قوانين في الرياضه، لو عندكم اي حاجه محتاجه انها تتحفظ هتقدروا تظبطوها في ورقه زي دي، وهتكتبوا فيها كمان وش وظهر. طبعا انا كتبت في الجزء ده بس، ولسه بروح تانيها كده وبكتب في الجزء ده كمان. التلخيص ده يا جماعه بجد عينك بتحفظه، وبتخليك يعني بتخليك فاكره في الامتحان، وفي نفس الوقت بيساعدك على ان مذاكرتك تبقى منظمه. بعد ما بتخلص مذاكره وشخبطه في الورق بتاعك، هتبدا انك تعمل ورقه زي دي. الورقه بقى اللي زي دي بتنفعك جدا في الامتحان، وفي نفس الوقت لو انت في الطريق عايز تراجع او كده هتلاقيها منظمه معاك ولما المنهج كله. بجانب ان انت كمان لو عندك مواد زي الرياضة او مواد فيها مثلا في العلوم في تركيبات في حاجات معينة عايزين تكتبوها، تكتبوها برضو بالشكل ده، شكل منظم، وتسطروا ما بين كل حاجة وحاجة، وده هيساعدكم جدا في المذاكرة. وبجد يا جماعة الخطوة دي بتخليك انت مش محتاج تذاكر تاني، انت خلاص هي دي مذاكرتك، هي دي خلاصة تعبك وشقاك السنة كله. فاعملوا الخطوة دي بجد، هتحسوا بفرق فظيع جدا. في حاجة نسيت اقولها اصلا من بداية ده كله، ان انتوا تصلوا وتدعوا ربنا كتير جدا. انا عايزة، بصوا انا عايزاكم بجد تقعدوا تدعوا 24 ساعة، ادعوا في الكومنتات وادعوا لبعض وردوا على بعض وتكلموا مع بعض، وحاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا تخلوا كل حواليكم يدعالكم. بجد الدعوات يعني بتساعد جدا على ان الواحد اصلا نفسيته تبقى مستريحة، ان هو بيعمل اللي عليه وبيدعي كمان وربنا جنبه. وما تنسوش ان ربنا ما بيضيعش تعب حد، وايا يكن النتيجه بتاعتك، او ايا يكن الامتحان هيجي عامل ازاي، او ايا يكن هتطلع من الامتحان عامل ازاي، تبقى راضي وتقول الحمد لله لان انا عملت اللي عليا. لكن ما تبقاش انت اصلا مش عامل اللي عليك، وما حاولتش حتى انك تعمل اللي عليك، وتزعل بعد ما تجيب درجه وحشه في الامتحان. وبس كده، دي الحاجات اللي اقدر انصحكم بيها. انا مش عايزه اطول عليكم في الفيديو اكتر من كده، علشان تستفادوا بيه وتلحقوا تقوموا تذاكروا. ما تنسوش ان انا هسيب لكم شويه لينكات في الديسكربشن بوكس، خشوا تتابعوني عليها، ولو عندكم اي سؤال اسألوني، ولو عندكم برضو اي سؤال في الكومنتس ممكن تسألوا وتردوا على بعض، عشان احنا في السن بتاع الشهادة زي تالت اعدادي وتالت ثانوي بنبقى محتاجين نتكلم مع الناس اللي زينا. فممكن نعمل جروب صغير كده لتالت اعدادي، ونبدا ان احنا نشجع بعض فيه، ونبدا ان احنا نبعت فيه الحاجات او الحصص والخبره بتاعتنا. لو انت مثلا اتفرجتي على فيديو كويس واستفدتي منه في ماده كويسه، هتبعتيه على الجروب ده، والناس هتعمل كده برده في كل المواد. ايه رايكم في الفكره دي؟ انا بجد حاسه ان هي فكره هتسهل عليكم كتير قوي. واكتبوا لي في الكومنتات عايزين الجروب ده يبقى على الانستجرام ولا على التليجرام ولا على الواتساب، ولا عايزينه على ايه بالظبط. وبس كده، اشوفكم بقى باذن الله الفيديو اللي جاي. ما تنسوش تطمنوني بقى في كومنتات فاضل لكم قد ايه في المنهج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.